السلام عليكم، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ في الواقع انا بحب جدا الفيديوهات اللي برشح فيها الايفونات، او الفيديوهات اللي بشكل عام بتكلم فيها على الايفونات، لان انا شايف الفترة الحالية، وكنت شايف اصلا من قبل الفترة الحالية، ان الايفونات من افضل الموبايلات اللي ممكن تشتريها. ببساطة شديدة ممكن نقول ان الايفونات هي افضل موبايلات، بتديك قيمة مقابل سعر، وبتديك اداء لفترات زمنية طويلة جدا، وبتديك دعم لفترات زمنية طويلة جدا. اي شخص لو سألته، او اي مستخدم لايفون لو سألته اشترى الموبايل بتاعه من امتى، في ناس بيفضل معها الايفون بتاعها لفترات طويلة جدا، ومش بتبقى محتاجة انها تغيره الا لو حست فعلا ان هو خلاص محتاجة انها تغير. وفي ظل الازمة اللي احنا بنمر بها حاليا، وارتفاع اسعار الموبايلات بشكل مبالغ فيه جدا، الموبايلات اللي بقت ب2000 و3000 جنيه دلوقتي سعرها وصل 5 و6000 جنيه مصري، فبالتالي حرفيا انت ممكن تشتري في الفئة السعرية دي ايفون هيديك اداء احلى بكتير، وهيديك تقريبا كل حاجه حلوه وافضل من اي موبايل اندرويد في الفئه السعريه بتاعته. لكن ده برضو مش معناه ان انا برشح الايفونات القديمه اللي بقالها سنين كتير قوي. المهم، فيديو النهارده انا جاي اكلمك على واحد من افضل الترشيحات بتاعتي، واحد من افضل الاختيارات اللي ممكن تشتريها في فئه سعر او في حدود الفئه المتوسطه، ممكن تقول في حدود 6000 جنيه مصري، وايوه 6000 جنيه مصري بقى، اقل من الفئه المتوسطه كمان. ولكن في مشكله هنا، ان الترشيح ده هيكون عن موبايل يوزد او مستعمل، والنهارده انا جاي اكلمك على الايفون اكس ار. ليه بقى انا اخترت الايفون اكس ار كافضل موبايل، سواء بقى عايز موبايل اندرويد او عايز موبايل بشكل عام في الفئه المتوسطه او في حدود 6000 جنيه مصري؟ لأسباب كتير جدا. وزي ما قلت من شوية، لو قارنت الايفون اكس ار بأي موبايل اندرويد جديد او يوزد حتى في الفئة السعرية دي، هيتفوق عليه تقريبا في كل حاجة. الايفون اكس ار ممكن تقول ان هو الديزاين بتاعه قديم شوية، لكن الخامات بتاعته ما زالت بريميوم، وما زالت بتاعت موبايلات رائدة وموبايلات راقية جدا. وزن الموبايل ده هو 194 جرام، وسمكه 8.3 ملم. والمميز في ظهر الموبايل ده، او المميز في الايفون اكس ار، ان هو بيجي بالوان كتير، وهتلاقي في منه الوان كتير جدا. خامات الموبايل طبعا هنا بريميوم جدا، زي ما قلت لك ظهر الموبايل هنا بيكون جاي من الازاز، وفريم الموبايل بيكون جاي من المعدن، والموبايل ده مقاوم للمياه. لكن من الحاجات المقبوله ومش حلوه قوي في الموبايل ده، ما اقدرش اقول عنها عيب، لكنها مش افضل حاجه في الموبايل هنا، هي شاشه الموبايل. تصميم شاشه الموبايل ده ممكن تقول ان هو قديم شويتين، طبعا النوتش القديم، لكن هنا انا مش بتكلم عن النوتش. الايفونات الجديده لسه موضوع النوتش ده لسه متشال في السلسله الجديده يعني، فبالتالي تقريبا كل الناس معها ايفونات بنوتش. لكن المشكلة هنا هي الحواف بتاعت النوتش ده، او الحواف بتاعت الشاشة بشكل عام، تخينة شويتين عن باقي الموبايلات. وممكن برضه اقول ان دي مش عيب، لكن شاشة الموبايل هنا هي اللي ممكن تكون مش افضل حاجة، الشاشة نفسها. الموبايل هنا بيجي بشاشة بمقاس 6.1 بوصة، من نوع ليكويد ريتنا IPS LCD. صوت الشاشة دي بيكون حوالي 625 نتس، وطبعا دقة الشاشة دي بتكون HD بلس، وهنا دي نقطة الجدل. الشاشة دي لو انت بتستخدم الموبايل لوحده، فهي شاشة ممتازة جدا، مش هتلاقي اي مشكلة معاها، وهتكون كافية جدا ليك. لكن لو قارنت شاشة الموبايل ده بشاشات الموبايلات الموجودة في الفترة الحالية، سواء بقى شاشة AMOLED بريفريش ريت عالي 90 هرتز او 120 هرتز، هتحس فعلا ان شاشة الموبايل ده قليلة جدا جدا مقارنة بالشاشة دي. فهنا شاشة الموبايل ده مش وحشة، لكنها مش افضل حاجة، ومش اللي هي برضو حاجة كارثية قوي. لكن برضو من الاسباب اللي انا رشحت فيها الموبايل ده، لو انت سألتني كده الايفون 11 اخباره ايه، لو بصيت على الايفون 11 هتلاقي ان الاكس ار هو نفسه الايفون 11، مع بعض الاختلافات البسيطة اللي اهمها من الاخر كده، لو انت ضفت الكاميرا الواسعة والكاميرا الالترا وايد للايفون اكس ار، تقدر تقول ان هو ايفون 11 بسهوله جدا. في الواقع وفي الاستخدام الطبيعي مش هتلاقي اي فرق ما بين الموبايلين، ومش هتلاحظ لو مسكت الموبايلين. انا فعليا مسكت الموبايلين وجربت الموبايلين، مفيش اي فرق ما بين الموبايلين، فبالتالي طبعا ممكن توفر فلوس وتجيب الايفون اكس ار. لكن اوريدي طبعا لو انت حابب تشتري الايفون 11، هيكون طبعا اسرع في المستقبل، ودعم اكتر، وكلام كتير زي ده. ونيجي بقى لاهم نقطه في الموبايل ده، والنقطه اللي فعليا انا برشح الموبايل ده عشانها، وهي المعالج والاداء بتاع الموبايل ده. طبعا الايفونات مش محتاج اتكلم على النظام بتاع ابل الاي او اس،
يعني مش هنتكلم عن الموضوع ده، لكن احب اقول لك ان الموبايل ده بيجي بمعالج فلاج شيب. الموبايل هنا بيجي بشريحه الابل A12 بايونيك، المعالج هنا هو معالج 7 نانومتر، والموبايل هنا وصل له اخر تحديث اللي هو الاي او اس 16. الموبايل ما زال بيجي له تحديثات، ولسه التحديثات ما وقفتش عنه، وهيجي له تحديثات تانية في المستقبل، فبالتالي الموبايل لسه برضو معاك لسه سنين قدام. طبعا الموبايل هنا بيجي باكتر من نسخه، ما بيركبلوش كارت ذاكره خارجي. عندك هنا بيبدا ب 3 رام 64 ذاكره داخليه، وصولا ل 3 جيجا رام 256 ذاكره داخليه. وايا يكن اي نسخه تشتريها سواء 128، طبعا انا برشح النسخه ال 128 جيجا مش ال 64. ايا يكن اي نسخه تشتريها هتديك نفس هتديك تجربه قويه جدا جدا، سواء بقى في الاستخدام العادي سواء في الالعاب اي حاجه. الموبايل هنا مش هياثر معاك في اي حاجه ولا اي استخدام. وحقيقي كل الايفونات قبل سلسله ال 13 وال 14 اي ايفون ممكن تستخدمه هتحس ان الفروقات ما بينهم قليله جدا جدا جدا، لان الاداء بتاعهم كويس جدا كلهم. فمن الاخر لو انت بتفكر الموبايل ده للالعاب، فالموبايل هيديك اعلى الفريمات على اغلب الالعاب. اي لعبه هتشغلها على الموبايل ده هتديك اعلى الفريمات واعلى الاداء فيها. الموبايل الاستخدام العادي للاستخدام الشاق هيديك تجربه محترمه جدا وكويسه جدا. واما عن الصوتيات، في الموبايل ده بيجي بستيريو سبيكر، وصوت الموبايل هنا كويس جدا ونقي جدا، ومن افضل برضو التجارب اللي ممكن تاخدها في الفئه السعريه دي من ناحيه الصوت. واما عن وسائل الامان في الموبايل، فالموبايل طبعا هنا مش بيجي بصمه ولا اي حاجه من الحاجات دي. طبعا الفيس اي دي المشهوره جدا بتاعت ابل يعني، والناس كلها بتستخدمها، وطبعا قوية جدا وسريعة جدا وسهلة جدا في الاستخدام. واخيرا نيجي برضو لنقطة الكاميرات، اللي هي برضو لو قارنتها بأي موبايل في الفئة السعرية دي هتلاقي ان الموبايل هنا الكاميرا الأساسية بتاعته بتتفوق على كل الموبايلات اللي موجودة في الفئة السعرية دي. الموبايل هنا بيجيب كاميرا خلفية، كاميرا واحدة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8، لكن الكاميرا دي عليها OIS أو مثبت فعلا حقيقي، مثبت بصري موجود في الكاميرا، والكاميرا هنا بتقدر تدعم لك تصوير فيديو 4K لحد 60 فريم. وحقيقي سواء صور عادية سواء تصوير فيديو، الموبايل ده هيديك تجربة رائعة جدا، ومفيش اي موبايل في سعر 6000 جنيه هيديك التجربة دي او حتى هيقرب منها بشوية حلوين. واما عن السيلفي في الموبايل ده، فبيكون 7 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2، واخرها 1080 60 فريم في تصوير الفيديو. وممكن اقول لك ان الكاميرا السيلفي هنا برضو مازال كويسة وبتنافس برضو المنافسين في الفئة السعرية دي، لكن ممكن تاخد كاميرات سيلفي افضل من الكاميرا الاساسية دي في الفئة السعرية دي. واخر حاجة في الموبايل ده هي البطارية وسرعة الشحن. الموبايل هنا بيجي بطارية 2942 ملي امبير مع سرعة شحن تقدر تقول انها يعني هي دي الحاجة اللي مش قوية قوي، وبرضو دي ممكن تقول انها عيب في الموبايل. سرعة شحن 15 واط، فالموبايل في سرعة الشحن بيطول شويتين ثلاثة، ودي نقطة ممكن تكون برضو يعني نقطة زي ما قلت نقطة سلبية في الموبايل، لكن بطارية الموبايل ما زالت بتدي الاداء المعقول الاداء المناسب شويتين. يعني هي مش افضل حاجة، برضو ممكن تاخد بطاريات بسهولة جدا افضل من بطارية الموبايل ده، لكنها عادية جدا يعني ممكن تقول انها في المتوسط. لو استخدامك عادي الخفيف الموبايل هكمل معاك اليوم عادي جدا، لو استخدامك تقيل والعاب بقى وشغل تقيل اكيد هتحتاج تشحن الموبايل كمان مره في اليوم. وزي ما قلت في اول فيديو، السبب الرئيسي لترشيحي للموبايل ده ان الموبايلات دلوقتي الاندرويد اسعارها بقت عاليه جدا جدا جدا، وما بقتش تقريبا تقدم اي حاجه. يعني حرفيا دلوقتي المعالجات اللي هي ب 1500 و2000 جنيه بقت دلوقتي ب 6000 جنيه، فاللي هو عادي جدا تاخد موبايل ب 6000 جنيه وتلاقيه اول ما تنزل عليه تطبيقين تلاقيه بدا يلاج منك وبطيء وبيهنج والكلام ده. ده بقى شيء عادي جدا وطبيعي جدا. وبس كده كل حاجه النهارده، مش بقى تعمل لايك وسبسكرايب. يلا اشوفك في فيديو جاي ان شاء الله. سلام.